لا يعني الجانب الصحي أو الجانب الذي يعتني بصحة المرأة عموما، فهناك أشياء مع الأسف هي الآن عبر البحث العلمي والعلوم الحقة، طبعا نحن نتكلم ساينس، يعني هذه علوم حقة تتعلق يعني بثوابت يعني لا جدال فيها، هي ليست مثلا أشياء فلسفية أو إيديولوجية، ولكن هذه علوم حقة، علوم ثابتة يعني بالمعدات وبالمختبرات يعني وبالإيماجوري هذه يعني حتى بالتصوير عبر السكانر وبالإيكوغرافيا وبالمسائل. فهناك يعني فرق شاسع بين يعني فيما يخص تشكل أناتوميا المرأة وأناتوميا الرجل، هذه كل الناس يعلمون أن هناك يعني فرق، فليس هناك فرق فيما يخص يعني الأشياء التي تخل الجهاز العصبي يعني عقل المرأة. فطبعا جميع الأشياء ممكن أن يقوم بها الجنسان يعني بدون اختلاف وبدون أي مشكل. فيعني حتى يعني المستوى الدراسي ممكن للمرأة أن تصل إلى أعلى مستوى، كما للرجل كذلك أن يصل إلى أعلى مستوى، يعني بكالوريا، إجازة، دكتوراه، يعني أي شيء. جميع أنواع العلوم ممكن للمرأة أن تدرسها، يعني يعني إما على المستوى يعني المواد الأدبية أو المواد العلمية، وحتى المواد العلمية يعني هناك علوم كانت النساء يعني قليل من النساء اللي يعني يمشي لها، مثل مثلا الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وأشياء هكذا، لكن الآن أن ممكن للمرأة أن تكون مهندسة في الكهرباء ومهندسة في الميكانيك، وممكن يعني أن جميع الأشياء أن تدرس، هذه علوم حقة، وأن العقول يعني الله سبحانه وتعالى سوى في هذه العقول، فهي ممكن أن تتعلم بنفس الشكل الذي يتعلم به الرجل، ليس هناك مشكل. ففيما يخص العقل أو التفكير أو الفكر ليس هناك فرق، الفرق يكون في التشكل يعني في الأناتوميا، يعني في شكل الجسم، الأشياء هذه داخلة التي الآن العلماء درسوها ودرسوها بتدقيق، خصوصا أن الآن نحن يعني وصلنا إلى 300,000 مورثة في الجسم الإنسان، يعني 300,000 مورثة، أننا يعني نعلم أن مورثات الشعر ومورثات العظام ومورثات الأعضاء ومورثات كل الأشياء التي حتى لون العينين يعني وما ولون الشعر وشكل الشعر، هل هو يعني متجعد أو هذه الأشياء يعني درست الآن وقضي فيها، يعني ليس فيها اختلاف ولا يمكن أن نختلف فيها. فما نريد أن نسوقه الآن ليستفيد، يجب أن يستفيد الناس، وإلا سنتكلم هكذا كلام في الهواء ثم في الأخير يعني لا يخرج الناس بأي نتيجة أو أي شيء، ولا حتى يعني كلمة واحدة. فهذه الفرق الفيزيولوجية والأناتومية هي التي الآن أوصلت العالم إلى مشاكل لا حلول لها، ونتكلم عن الأمراض التي لا علاج لها، مثل الأمراض المناعية الذاتية، وحتى بعض أنواع السرطانات، وحتى الخلل الهرموني الآن عند النساء هو لا في الشرق ولا في الغرب، الآن الخلل الهرموني الآن أصبح أمر واقع ويعني لا يقدر أحد على إنكاره، وأن هذا الخلل الهرموني الذي ظهر عند النساء يتعامل معه الطب الحديث بالهرمونات، يعني وحمي شيء هرمونات طبيعية إنما هرمونات اصطناعية البروجستون. ويعني هنا علين هنا السؤال عن موضوع، لماذا نسبة الأمراض تكثر عند النساء بالمقارنة مع الرجال؟ لماذا السرطانات الآن عند النساء أكثر من الرجال؟ ولماذا الأنيميا عند النساء أكثر من الرجال؟ ولماذا يعني الاوستيوبوروزيس هذه هشاشة العظام عند النساء أكثر من الرجال؟ ولماذا الأمراض المناعية الذاتية اللي منها البولي أرترايت ريماتويد ومنها الملتيبل سكليروزيس ومنها الأمنيوتيك الأمنيوتروفيك لاترال سكليروزيس واللي منها يعني هذه الذئب الحمامي، هذا الذئب الحمامي تقريبا هو 80% في النساء، هذه يعني الليبيس، ويعني الأمراض الأخرى الآن التي ظهرت هذه مثل مثلا التوتر العصبي، الآن الإحساس بالألم، النساء الآن عندهم ألم أكثر من الرجال، هذه يعني يعني نظرة عامة، أن النساء الآن عندهم ألم، ألم مفاصل، ألم في الجسم، ألم عضلات، ألم في المعدة، ألم في الرأس، ألم في العنق، ألم في الرقبة، هذه الآن النساء أصبحنا يحسن الآن الإحساس بالألم عند النساء أكثر من الرجال. الغريب هو أن الأدوية التي تزيل الآلام يجب أن تعطى كمية أكبر للنساء لكي يحصلوا على نفس يعني هذا نفس النتيجة مثل الرجال،
لماذا؟ هذا سؤال يجب أن نجيب عليه. فإذا كان العلم لا يقدر على الجواب فهذا سيكون يعني شيء خطير جدا. يعني جسم المرأة فيه 22% من الشحوم، جسم الرجل فيه 10%. فهذا فرق، طبعا هذا فرق لا يمكن أحد أن ينكره، لدرجة أن البحث العلمي ذهب إلى حرارة يد المرأة. حرارة يد المرأة تفوت حرارة يد الرجل بثلاث درجات فارنهايت، وعظام الأعضاء عند المرأة أقصر من عظام الرجال. هذه والبحث العلمي يعني بدون بحث بين أشياء ظاهرة في الأناتومية أن يعني الشعر الوجه لا ينبت عند النساء بينما ينبت عند الرجال، سنقول لماذا. ثم أن يعني هذه الأشياء الآن للآن نحن بصددها هو أن هناك أشياء داخلية في الجسم تجعل أن هذا جسم المرأة يصاب بأمراض أكثر من جسم الرجل، وهنا ليس هناك أكثر شيء آخر يعني من غير الهرمونات، وهناك ثلاث وظائف عند النساء لا توجد عند الرجال، مثلا يعني الحمل والدورة الشهرية والرضاعة. هذه أشياء يعني ثلاث وظائف، النساء عندهم ثلاث وظائف زايدة، ولذلك فجسم المرأة هو يعني يتعرض للأمراض أكثر من جسم الرجل. بما أن جسم المرأة يعني خلق هكذا، يعني هذا لا يمكن أن يغيره أحد، هذا خلق الله، يعني لا يمكن أن نغيره. يعني جسم المرأة يحتوي على 22% شحوم، وجسم الرجل يحتوي على 10% فقط. دقات القلب عند الرجال 72، دقات القلب عند النساء 82. هذه حقائق ثابتة لا يمكن أن يفندها أحد. يعني وحتى يعني بعض الأعضاء مثلا متضخم، تضخم الغدة الدرقية مثلا أثناء الدورة الشهرية، أن الغدة الدرقية تتضخم لماذا؟ لكي يستعد الجسم لمقاومة البرد أو لمقاومة يعني الحرارة يعني هذا المنخفضة. فإذا لم يقع هذا الشخص، المرأة تحس برعشة، وربما يعني تحس بأشياء أخرى أكثر من الرعشة، ربما تحس بألم. ثم لماذا؟ لأن عليا جسم المرأة فيه شحوم أكثر، وجسم المرأة فيه وظائف أكثر، فيه أعضاء يعني فيها هرمونات زايدة على الرجال. هرمونات النساء ليست هي هرمونات الرجال، الرجال عندهم تستوستيرون فقط، النساء عندهم هذه يعني اللوتينين LTH والLH، وعندهم هرمونات المبيض، وعندهم هرمونات الحليب، وعندهم هرمونات أخرى زايدة. كيلاحظوا النساء على أن يعني هرمون الحليب مرة من اللي مثلا لما تتجر أو تقلق أو تتعصب أو تتوتر أو لما حتى يعني تفاجأ بحال، فالنساء كيلاحظوا على أنهم مبقاش عندهم حليب، لأن هرمون الحليب يتوقف يعني يكبح مباشرة. لماذا؟ لأن الإيموشن يعني هذه الإحساس عند المرأة هو يعني قيد هذه الهرمونات، يعني يمشي بالتنظيم يعني منظم بالهرمونات، وإذا ما وقع خلل في هذه الهرمونات يوقع في خلل في أشياء أخرى. هذه السرطانات الآن عند النساء مثل سرطان المبيض وسرطان الرحم وسرطان يعني هذه الثدي، هي سرطانات يعني خاضعة للهرمونات. هي لماذا؟ لأن هذه الأعضاء تعمل تحت الهرمونات، تحت تأثير الهرمونات. فإذا وقع خلل ما فيجب أن تنتبه المرأة لأنها في طريقها إلى السرطان، لأن هذا الخلل الهرموني يؤدي في الأخير إلى ظهور أشياء لا تحمد. هذه ثم أن الآن ظهور التكيسات، هذه التكيسات الآن هي عند النساء خصوصا تكيسات المبيض، فهذه التكيسات تظهر عند النساء أكثر من الرجال. لماذا؟ سنرى، لأن الهرمونات هذه. ثم أن النساء الآن أصبحنا يتناولن بعض الأشياء التي لا تدخل في العلاج، يعني هناك نساء يتناولن أقراص بحبوب منع الحمل للعلاج لأن عندهم خلل هرموني، ولكن هناك نساء يتناولن هذه الأشياء ليمنعن الحمل. وطبعا هذه الأشياء ليست مجانية، حبوب منع الحمل ليست مجانية. حاليا هناك نساء اللي كيزداد الوزن ديالهم، وهناك نساء اللي كيوقع لهم توتر عصبي، وهناك نساء اللي كيوقع لهم أعراض. لماذا؟ لأن كل جسم يختلف عن جسم آخر. ربما هذا حبوب منع الحمل ربما تم يعني لا تؤثر على جسم ما، ولكن قد تؤثر على أجسام أخرى. ولذلك يجب كذلك أن ليس لأن دواء يعني تعالج به علي أنه يصلح لإبراهيم. هذه الأشياء يجب أن يعاد فيها النظر، لأن الجسم الآن لا جسم يشبه جسم آخر. فيزيولوجيا ربما والوظائفية تتشابه لأن الجسم يعمل بنفس الطريقة، والمفاعلات الكيماوية داخل الجسم بنفس الطريقة، ولكن لا جسم يشبه جسم. دليل على ذلك الخريطة الولاتية، ودليل على ذلك هما بصمات الأصابع. بصمات الأصابع لا أحد
غادي يشبه احد. هذه فالتكتلات العضلات هي هذه التكتلات العضل. تكتل العضلات طبعا يختلف من الرجال للنساء، لان المورثات هي 20% عند 10% فقط عند الرجال، ثم هي تصبح 40% عند النساء. هذه التكتلات لا تكتل العضلات. ثم لما يعني نصل مثلا الى هذه الهرمونات، ان الشق الايمن والشق الايسر في المخ، ان الدوبامين تنتج في الشق الايمن، ثم النوربينيفرين مع السيروتونين في الشق الاخر. فعند الرجال ان الشق الذي ينتج الدوبامين هو الذي يكون يعني اكتيف، يعني يكون نشيط، ثم عند النساء ان النوربينيفرين مع السيروتونين هي اللي تكون نشيطه. وهذا اختلاف يعني اساسي، وهو الذي سيبين لنا لماذا النساء تصاب بهذه الأمراض. وفي الأخير سنصل إلى أن هناك مكونات توجد في الأغذية يجب على النساء أن يتبعن نظام لفيه هذه المكونات، وإلا سيكون يعني هذا النساء سيزداد المرض، مش سينقص، أكيد أنه سيزداد، لأن لبقاو الناس غادين على هذا المسار وأن يعني لا ينتبهون إلى هذه الأشياء، فسيكون الأمراض ستزداد، وهي تزداد يوما عن يوم. الأمراض تزداد وستزداد وستزداد، ويعني لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يعني هذا الدوبامين هي ليس لها نفس المفعول في الجسم، يعني السيروتونين مع النوربينيفرين. هذه ثم أن هذا السيروتونين مع النوربينيفرين لما كانوش هناك مثلا حمض فوليك، لما كانش هناك فيتامينات، لا يمكن أن تتحول السيروتونين إلى الميلاتونين، ولا يمكن أن تتحول النوربينيفرين إلى الأدرينالين، لا يمكن، من المستحيل. ولذلك أن هذه من جملة الأشياء هذه الحمض الفوليك، وحمض الفوليك يوجد في النبات لا يوجد في الحيوان، ويوجد في القطاني يعني أول مصدر. إحنا بدينا يعني حمض الفوليك وضروري للنساء، وإلا السيروتونين مع النوربينيفرين يعني لا تعمل. ثم أن هذا المشكل عند الرجال ودوبامين، مشكل دوبامين عالي كيف ما كان الحال، توتر الرجال والعنف، هي الدوبامين نحن نقول هي ضد العنف، لكن أن تفاعلات الرجل هي تفاعلات عنيفة أعنف من تفاعلات المرأة، هي تفاعلات عاطفية هذه. وهنا هنا كاين فرق، لماذا؟ لأن ربما يقول بأن الرجل نعم عنده نوبات وتفاعلات عنيفة ربما تكون خطيرة، ليست خطيرة. التفاعلات العاطفية أخطر من التفاعلات يعني هذه العنيفة عند الرجل. لماذا؟ لأن التفاعلات العاطفية تؤثر على فيزيولوجيا الجسم. ولذلك النساء الآن اللي يصابن بالقلق والحزن والضجر ولمدة طويلة، هذو يخرجوا سرطان. وحتى اللي عندهم سرطان وبقات الحالة النفسية ديالهم متدهورة، العلاج كيكون 50 ولا 40%. يجب أن تكون الحالة النفسية عند المرأة يعني على أحسن ما يرام، تكون سوية جيد هذا. وهنا هنا كاين مشكلة علينا، نحن نحاول أن نبسط، لأن الموضوع يعني إذا تعمقنا فيه الموضوع يعني خطير جدا، ولكن نحن نحاول أن نبسط. هناك معلومات علمية نستعملها، ولكن لا يمكن أن نتكلم هكذا يعني إنشاء. فنحن نعطي بعض يعني المؤشرات العلمية باش الناس يفهموا أكثر، وربما يمشيوا هما يبحثوا في الانترنت وغادي يعرفوا هذا كيفاش يفهموا هذه الفروق هذه ما بين هذا الفيزيولوجيا. نحن نتكلم عن اناتومي وعن فيزيولوجيا، نتكلم عن اشياء داخل الجسم يعني بغض النظر عن هذا. فهذه الاشياء هذه تجعل غادي نشوفوا بان بما ان جسم المراه في 22% من الشحوم وجسم الرجل في 10%، بان هنا يجب على النساء يعني هو احسن شيء الايديول احسن شيء ان يمتنعنا عن المواد الحيوانيه. ما يقدروش علينا، نحن لا نتشدد مع الناس كيف ما كان الحال. فيعني فعلى الأقل يجب أن يعني أن ينقصوا كثيرا وأن يخفضوا استهلاك المواد الحيوانية. لماذا؟ لأن جسم المرأة فيه 22% والمواد الحيوانية فيها دسم مشبع وفيها كوليسترول. إذا كان النظام الغذائي للمرأة فيه اللحم يوميا، فهذه المرأة ستصاب بشيء ما، لا يمكن ألا تصاب بمرض، لا يمكن. لأن لماذا؟ لأن هذه الأشياء هكذا يعني هذه أشياء علمية، هذه لا يمكن. ثم هذا النظام الذي يروق المرأة هو النظام الذي يجب أن يكون فيه على الأقل 3 أشياء على الأقل، أنا أقول حمض الأوميغا 3 وحمض الفوليك مع الفيتوستروجين على الأقل. لماذا؟ لأن حمض الفوليك هو الذي يحفز يعني السيروتونين مع النوربينيفرين، ثم يجب أن يكون حمض الأوميغا 3، لأن حمض الأوميغا 3 هو الذي يسوي الفيزيولوجيا يعني هرمونات مع يعني إفرازات أخرى. ثم الفيتوستروجينات، لأن الفيتوستروجينات هي التي تسوي النظام الهرموني عند المرأة،
ونظام الهرمون يعني الفيتوستروجينات هي تقي المرأة من أمراض القلب والشرايين، وهي التي تسوي الدورة الشهرية عند النساء. جميع النساء التي يشتكين من ديبريشن ومن الأمراض القلب والشرايين ومن الخلل الهرموني ومن بعض الآلام يعني في المفاصل ومن عدم النوم ومن عدم الهضم ومن أشياء هكذا، وحتى زيادة في الوزن، ومشي زيادة في الوزن، تكتل الشحوم في منطقة ما في الجسم مثل الحزام مثلا، هذه فيجب يعني أن يتبعنا نظام نباتي. نحن لا يمكن أن نعمل باللائحة، يعني نكتب للناس خضر وفواكه. النظام النباتي، كل ما خلق الله من نبات هو جيد للمرأة، بما في ذلك نبات البحر، كل نبات، يعني نشويات، قطاني، خضر، فواكه، زيت الزيتون، فواكه جافة، خشاش الأرض، يعني هذا يعني نباتات البحر. وعوض اللحوم، يعني إذا كان النساء يتبعن نظام غني بالفيتوستروجينات ويكون فيه زيت الزيتون ويكون فيه سمك، نسبة السرطان ستنخفض إن شاء الله. نتمنى أن تكون صفر، وهو علين، يعني ممكن تكون صفر، ليس مستحيل. علين، في البحث العلمي ليس لدينا شيء اسمه مستحيل، أعيد، نحن في البحث العلمي ليس لدينا شيء اسمه مستحيل، نحن في البحث العلمي نتوكل على الله ثم ننظر بنتائج البحث العلمي ماذا تعطي، ولا يمكن أن نترقب أو أشياء أن هذا البحث سيعطي أو سيعطي، لا يمكن يعني أن نتنبأ بما سيعطي البحث، ربما نكون ننتظر شيء شمال ثم يخرج لنا شيء يمين. هذا هو البحث العلمي، وهذه هي يعني مغامرات نسميها نحن مغامرات في البحث العلمي، لما نبدأ أي موضوع أو أي طبيك نعمل عليه هكذا هي مغامرات الباحث. فهذا نظام المرأة لماذا؟ لأن الفيتوستروجينات إذا اجتمعت مع زيت الزيتون، زيت الزيتون كذلك فيه فيتوستروجينات وفيه حمضيات غير مشبعة، مع حمض الأوميغا 3 الموجود في السمك وفي الفواكه الجافة، وموجود يعني كذلك في بعض الأشياء مثل بذور القرعيات، مثل أشياء هكذا، موجود في حبوب الكتان، هذا الزنجلان يعني السمسم، موجود في الحب الرشاد الكريس، هذه النظام اللي فيه فيتوستروجينات، اللي غني بالفيتوستروجينات وغني بالألياف الغذائية مع حمض الأوميغا 3 اللي موجود مع زيت الزيتون، هذا نظام يروق المرأة، ولا يمكن يعني أن تصاب بهذه الويلات وهذه الأعراض التي العالم كله يتخبط فيها، يعني الخلل الهرموني. ويعني تكلمنا عن هذه الأشياء سابقا وتكلمنا عنها، ثم لا زالت هناك أسئلة. أنا عندي خلل هرموني وتوقفت الدورة 6 شهور ورجعت لي الدورة 6 شهور، سبحان الله، وكأن الناس هاد النساء كأنهن ينتظرنا أن نعطيهم وصفة ولا خلطة ولا حاجة سحرية يشربوها وغادي يتقدوا هاد الدورة الشهرية. يعني غريب، والله غريب، لا يمكن لشيء تراكم لمدة 20 سنة يعني أن نصلحه ونحن في يعني في يوم أو يومين. الجسم يجب أن يعود لأصله، ولكن يأخذ وقت، ثم يجب على النساء أن يفهمنا هذا الخطاب، ثم يفهموا الخطاب. يعني تنقول لي من النظام النباتي تقول لك بحالاش، يعني ولي كانوا الناس يجهلون النظام النباتي، يعني ما نقدروش حنا نعطيهم لائحة فيها 1000 منتوج، يعني في النشويات كلها، والقطاني للنساء هي يعني هي السر في تغذية النساء هم القطاني. لماذا؟ لأن القطاني فيهم بروتينات، وما فيهمش كوليسترول، وما فيهمش دسم، وفيهم فيتوستروجين، وفيهم حمض الفوليك. قطاني فيهم حمض الفوليك وفيهم فيتوستروجين، والقطاني كلهم يعني يشترك، هذا القطاني تشترك في هذه المكونات، تشترك في الموليبدين، في التريبتوفان، والتريبتوفان هو اللي خاص النساء لأنه هو اللي كيعطي السيروتونين، والنشويات فيهم حمض الفوليك هما أول مصدر من حمض الفوليك، ثم أن النشويات فيهم كذلك الفيتوستروجينات، يعني هي الصويا، اللي هي الحمص، اللي هي الفول، اللي هي العدس، اللي هي الفاصوليا، اللي هي البازيلا، هذه الجلبانة، اللي هي كل يعني حتى الأمريكيين كيصنفوا حتى هذا الفول السوداني، الفول السوداني يصنف مع هذه مع القطاني، يعني هذا الكاوكاو اللي كنسميه في المغرب هذا يصنف مع القطاني، يعني لماذا؟ لأنه كذلك فيه حمض الفوليك وفيه تريبتوفان، فيعني هو فيه دسم، والقطنية الوحدة اللي فيها الدسم هي الصوجة، ونزيدوا عليها هذا يعني هذا البيناتس، هذا الجراوند ناتس والبيناتس، هذا يعني هذا الفول السوداني. النظام النباتي، وإذا كان هذا النظام النباتي طازج سيكون أحسن. لماذا؟ لأن الطازج فيه أنزيمات، ولما